الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله اصطفاه ورباه فجعله نورًا يهتدي به السائرون في طريقهم إلى الله عز وجل. أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ما أحوجنا أن نراجع النفس ونعيد الحساب ونرتب الأوراق قبل العرض على الملك، قبل الوقوف بين يديه يومها. يتمنى العاصي منا والمقصر والبعيد عن الله لو يعاد به الحال إلى دنياه. فات الأوان وقتها، وتعدوا أصابع الندم، فاغتنم الفرصة من الآن، وقدم لنفسك ما يرضي رب العباد عنك. أيها الأحبة المؤمنون الكرام، ونحن على أعتاب رمضان، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بفيض كرمك بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واغفر لنا فيه يا رب الذنوب والأوزار. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا بنا لنقف اليوم وقفة وجيزة، كيف الاستعداد لرمضان؟ كيف استعدادنا لرمضان؟ القطاع الكبير منا يستعد له خطأ، نستعد له بتعليق الزينات والأنوار في الشوارع، هجوم مسلح على الأسواق والمحلات، زحام رهيب يجعل الإنسان يفكر كثيرا، كأننا صائمون طوال العام كله ولا نأكل إلا في رمضان. ندخل رمضان مثقلون بالديون، ونخرج منه كواهلنا تئن من الديون. ما هكذا كان رمضان؟ استعداد خاطئ. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تربية حبيب، لو حبينا نحط عنوان للصحابة كده تربية المحب يا حبيب. كانوا يستقبلون رمضان بستة أشهر، يستعدوا لقبل رمضان ست شهور، ويودعوا رمضان بست شهور، عامهم كله رمضان. أخلاقيات وسلوكيات وصيام وقرآن، كل أحداث رمضان مش قاصرة على رمضان بس. طبعا احنا القطاع الكبير منا، انا لا احب تعميم الاحكام، لان الخير في امة النبي لا يعدم ابدا، في ناس افاضل، لكن القطاع الكبير منا ما يعرفش الصبر في رمضان، قراءة القرآن في رمضان، قيام الليل رمضان. طب وبقية الشهور؟ قلبك ابيض. لما يجي رمضان اللي جاي اخواني واحبابي، احنا على اعتاب رمضان،
تقدر تقول كده العد التنازلي. ايام هتعد بقى في تناقص خلاص. كل يوم بيمر من شعبان بيقربك من رمضان. قل لي بالله عليك هتستقبل رمضان ازاي؟ يا ترى هنعلن الصلح مع الله؟ والله وبالله وتالله وبكل انواع القسم لن ينصلح لنا حال في دنيانا الا اذا اصطلحنا مع الملك ورجعنا اليه واعترفنا بخطئنا وتبنا، ساعتها هيصلح محل بيننا. هننصلح الاحوال ولا هندخل رمضان زي كل سنه بنفس الذنوب بنفس الاوزار؟ اه والله بنفس العقليه نفس الفكر. القاطع للرحم قاطع للرحم، والعاقل الوالدين عاقل الوالدين، والمسيل الجوار مسيل الجوار، والمتبرجه ما زالت عاريه وتتفنن كيف تعري نفسها اكتر. لا وتيجي قبل رمضان خلاص بقى بكره رمضان تروح حطلك حته تيشر زي المنديل الكلينكس اللي في ايدي كده يا دوب مغطي ربع شعرها بركوله حكيم. لا والله احنا بنضحك على مين؟ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. يا اخوانا يا اخوانا ما نضمنش في العمر التاني رمضان ولا لا؟ ده احنا مش ضامنين هنوصل ولا لا؟ بنلح على ربنا والله، بنلح في السجود في القيام في القعود انه يبلغنا رمضان. كثير من اخوه لنا والله كانوا احرص منا على رمضان، وسياتي رمضان وهم غير موجودين، سياتي رمضان وهم في احضان الارض بين اطباق الثرى غيب التراب محاسنهم فنسيهم احبابهم وابناؤهم وذويهم. كانوا بيلحوا على ربنا والله من شهر واثنين وثلاثة من بعد رمضان شغالين يا رب بلغنا رمضان. طيب انت مش هتعلن توبة بقى؟ يا عم توب يا عم، ابعد عن الاوزار والذنوب يا راجل. تعالى نعلن اول حاجة في الاستعداد، نعلن التوبة، نعلن يا رب احنا غلطانين، عايزين ندخل بقى مرة واحنا على قدر رمضان وعلى أهمية هذا الشهر الكريم المبارك. عايزين ندخل مرة رمضان مستعدين صح عشان لما نرفع ايدينا في رمضان ونقول يا رب اغفر الذنوب والأوزار، يا رب ارزقنا الجنة ونجينا من النار، يقول لك لبيك يا عبدي. خلي بالك مش كل حاجه بالاماني، بنتمنى اه، لكن ايه اللي يحقق الامنيه؟ العمل الاجتهاد. ربنا في القران قال ان الذين امنوا وايه؟ وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. تجد الايمان دايما قرين العمل الصالح، والعمل الصالح قرين الايمان. ليه؟ لان القلب مش قبر ندفن فيه الايمان وخلاص. العمل الصالح، احنا على اعتاب رمضان فرصه، فرصه تقعد كده وتخطط لنفسك انا هعمل ايه في رمضان؟ ايه اللي هصلحه من الاخطاء اللي انا عايشها بقالي سنين؟ بعضنا حضر 10 رمضانات وبعضنا 20 وبعضنا 30 حسب العمر الزمن اللي كل واحد. احنا لو عملنا متوسط اعمار 40 سنه للموجودين معانا بالمسجد وقلنا انه بلغ عند 15 سنة حضر كم رمضان؟ 25 رمضان. بالله عليك قول لي ايه اللي اتغير فيك؟ ايه اللي اتغير فيك؟ فيش ولا رمضان اثر فيك في حاجة خالص؟ طب ايه رأيك؟ ننسى اللي فات وتعالى نعلن التوبة. تعالى نتوب. تعالى نبكي على ذنوبنا واوزارنا وسيئاتنا اللي بتحرقنا كل يوم. تعالى نرجع للملك. تعالى
النبي بيقول لنا ايه؟ يا ايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثره ذكركم له ترزقوا وتنصروا وتجبروا. ايه رايك؟ فرصه. ما تقولش انا عندي ذنوب بقى كتيره وربنا مش هيقبل مني. غلط. انت عرفت منين؟ هذا لا يليق. الله سبحانه وتعالى لا يرد من وقف ببابه قط مهما كانت ذنوبه او سببه. فقط اعقد العزم. قل يا رب انا غلطت. يا رب جئتك نادما وتائبا. ابغي رضاك. ارجو رحمتك. اخشى عذابك. يا رب اعني على نفسي وانصرني على هواي وشيطاني ورغباتي. ما وقف عبد بباب سيده وطرد ولا رفع عبد يديه للملك ومنع. من ذا الذي قصدني فاقصيته؟ من ذا الذي سالني ومنعته؟ من ذا الذي وقف ببابي وطردته؟ انا الرحمن الرحيم، انا غفار الذنوب. قل لي مستني ايه؟ خلاص رمضان على الابواب، تعال نعلن التوبه يا اخي، ولا هنجننا غرقه في الذنوب والاوزار ويدخل رمضان زيه زي السنه اللي فاتت؟ بالله عليك قل لي، ناوي تصلح؟ بالله عليك عندك العزيمه تصلح؟ العجيب يا اخي، عارفين الحلال والحرام بس بنذكر ده ما ربنا علمنا، لان لا نملك ان نحمل الناس على امر. عجيب حالنا، عارفين ده حلال وده حرام، ومع ذلك انت بقى عندك الاستعداد تصلح؟ عندك الاستعداد تخرج من عقوق الوالدين؟ عندك الاستعداد تطلع من لقاء اليوم ابوك وامك موجودين تروح تبوس الايادي والاقدام ولو قدرت الحذاء والارض اللي ماشيين عليها؟ هتعرف قدر امك وابوك بس بعد ما يموتوا. هتبكي كتير بس للاسف مش هينفع. طب يا اخي اكرمهم في حياتك، اكرمهم وهم موجودين. عندك الاستعداد تدخل رمضان وانت بار من الوالدين؟ عندك الاستعداد تدخل رمضان وتخرج من الخصومه اللي بينك وبين اخيك وبين ابن عمك وبين جيرانك، بينك وبين اي حد من الناس؟ ولا القلب كل يوم بيزداد قسوه؟ يا عم اصحى بقى كفايه، يا عم توب. يا اخي عجيب حالنا والله. مخاصم اخوه بقاله سنتين وعشر سنين واربع سنين، وجاله خبر اخوه مات، جاي يجري على البيت. راح فين يا بولبو؟ اخويا مات. ويقعد على ركبه ويشدوا فيه وعمال يبوس على راسه، سامحني يا اخويا. يسامحك يا اخي ربنا لو الامر بيدي لعلاك من رجليك. سامحك ايه؟ طب كم مره الناس نصحوك تسامح اخوك؟ كتير. كم مره استجبت؟ ولا مره. الشيطان رجل صح؟ ودد رجليه. طب ما تيجي نصلح لهم على قيد الحياه. عندك الاستعداد تدخل رمضان وتطلع من الخصومه؟ حتى لو اللي انت مخصمه او بينك وبينه سوء فهم هو اللي هو غلطان. شوف حبيبنا النبي قال لنا ايه؟ وابقوا على اللي احنا فيه. ليه؟ لان احنا استجابتنا لاهوائنا ورغباتنا عاليه قوي. مش لله والرسول. النبي قال ايه؟ لا يحل لمسلم. اي مسلم. وخلي بالك الاخوه اخوه نسب واخوه دين. ايهما اقوى؟ اخوه الدين. ايه؟ اخوه الدين تفوق اخوه النسب، اخوه الدم اللي هي النسب يعني. اخوك ابن امك وابيك. ابن امك وابيك. اخوه الاسلام اخوه الدين. انا وانت كده كلنا اخوه 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 في الله. دي اقوى من اخوه الايه؟ الدم. يا الله. النبي يقول ايه؟ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ايام.
ثلاث ليالي. احنا بشر. احنا بشر. وهنزعل من بعض. وهيحصل شوفة. الثلاث ايام كافية نراجع نفسينا احنا الاثنين. واللي غلطان يعتذر للتاني ويقبل راسه. ويبقى بينا ود وتصافي. احنا مش كده. احنا عندنا قسوة في وجوه في الخصومة. في حياتي ما لقيتهاش مثيل. في حياتي. ايه ده يا اخوان؟ شوف النبي يقول ايه؟ عشان تعرف انت بتستجيب لمين؟ للنبي ولا لرغبتك وهواك والشيطان؟ لا يحل حرام. معنى لا يحل يعني حرام لمسلم انه يهجر اخاه المسلم فوق ثلاث. شوفوا النبي قال ايه؟ يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما اللي غلطان؟ اللي غلطان؟ لا والله العظيم النبي قال كده. أمال مين؟ خيرهما الذي يبدأ بالسلام. مش عايز الخيرية؟ مش عايز تاخدها في رمضان؟ بالله عليك لو ما خدناش في رمضان هناخدها أنت. بالله عليك إن لم نعتق من النار في رمضان خبروني نعتق أمتى؟ الشهر الوحيد للذي فيه عتقاء من النار كل ليلة. طب قول لي هيعتقك من النار إزاي وأنت مرضى أخوك؟ وعقى أبوك وأمك. ونطلع عينين جيرانك. قول لي هيعتقد ازاي؟ يا راجل ده احنا شويه حرب خلينا مش طايقين نفسينا. يا راجل ده احنا لما بنمسك كوبايه الشاي نشرب عملتنا بنتنا امنا واختنا زوجتنا تبقى انفصلت عن البوتاجاز عن النار بقى لها قد ايه؟ بقى لها بتاع خمس دقايق على ما صبوها وقلبوها وجابوها وحطوها قدامك تاخدها بتاع خمس دقايق ومع ذلك ما بتطقش تمسكها بايدك. واول ما تمسكها تحطها تاني وتيجي تاخد تدوق بالراحه تقول لك لا يا عم بيمسح. امال بقى لو مسكت النار اللي كان عليها الكنكه او البراد نفسه وهي تعتبر اصغر عين تعرف تحط اصبعك على العين دي تستحمل قد ايه؟ قول لي هتعمل ايه في نار جهنم يوم القيامه؟ يا عم فوق بقى. رمضان فرصه. رمضان نعمة. رمضان كرم من الملك. رمضان إنجاز التعبير ولله المثل الأعلى. الأوكازيون السنوي الكبير الحلم. تعال أنا وأنت بقى نفوز. ما عندكش الاستعداد تبقى مصيبة. تضمن عمرك لرمضان اللي جاي. رمضان إيه يا عم الشيخ؟ تضمن لي عمري أكمل الخطبة بينكم. مش نرجع البيت. يبقى انوي. انوي إنك تصلح. وتدوب علشان بس ما تندمش. ساعتها هينطبق قول الله عز وجل ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. العجيب إن الآيات ترك كتير منا يعملها في قلبي وفي صدري بس للأسف ما بتعملش فيه حاجة ما بتحركش فيه ساكن. سيدنا عمر شفت الفرق أنا ما قارنش لأنه من العبث من العبث أن نقارن بيننا وبين جيل الصحابة. ما ينفعش بأي حال من الأحوال. لكن بس عايز ألفت نظرك بس. سيدنا عمر مرة ماشي كده في طرقات المدينة أسأل الله ألا يحرمني وإياكم زيارتها ما حيينا. يا رب يا رب ارفع البلاء عن أمة حبيبك ومصطفاك. آمين يا رب. سيدنا عمر ماشي كده بيتفقد أحوال الناس. سمع من بيت من بيوت المسلمين واحد بيقرأ الورد بتاع القرآن. النهارده بنسمع من بيوت المسلمين كل حاجه الا القرآن. او ربنا قاعد في البلكونه. طب يا عم اذا بوليتم فاستهتروا. ومشغل لك حاجه اجنبي اتحدى لو فاهمها اصلا بس اهو تقليد اعمى. طب يا عم الله يرضى عنا وعنك جارك مريض. جارك مريض المفروض له حق عليك وترفق بيه. جارك تعبان عنده شغل انت فاضي مش مشكله. انت بتعصي ربنا انت حر محدش هيضربك على ايدك ولا يقول لك كده انت حر. بس يا اخي اذا بليتم فاستدعوا. يروح حد يخبط عليه يقول له بقول لك ايه لما ابويا يموت وبعمل له طبل وزمر قدام الباب. اخلاقيات ما كنا نسمعها من قبل.
وشغال. يا عم بتسمع اللي انت عايز تسمعه انت حر، لان انت اللي هتسأل مش احنا. لكن راعي جيرانك، راعي اخوانك، دي اخلاقيات وسلوكيات احنا ابعد ما نكون عنها يا اخوانا. راجل تعبان في شغله عايز ينام له ساعتين ثلاثه، ساعه تقول له نام. ان انت تخفض ايه؟ انا حر في بيتي يا شيخ. حريه مقيده، حريتك ما تطلعش بره الحدود بتاعت الحيطه بتاعتك. جارك ما يسمعهاش يا راجل، ده احنا مفتوحين مع بعض نسال العفو والعفاف. ويوم يعض الظالم على يدي، من اروع ما ورد، يعني تشبيهات رهيبه رهيبه رهيبه. شفت ده يعني ايه؟ ولله المثل. لو واحد فينا ماشي في طريق مش مظبوط، في تجاره مثلا بس دماغه غلط، ابوه قال له يا ابني غلط مش ينفع، اصدقائه واحبابه الناس اللي هم ايه خبر زيه قالوا له هتخسر يا ابني بلاش الطريق ده، الناس اللي بيحبوا قالوا له كله ما سمعش كلام حد وبرضه راكب دماغه وخسر كل حاجه، بيعمل ايه؟ بيعمل يا اخوانا؟ ليه قاعد يعض اصابع الندم زي ما هعمل بالظبط والله؟ عض يا عم، قطع صوابعك يا عم. يقول يا ريتني سمعت كلامك، يا ريتك ضربتني بالبلغه يابا. اي والله شبابنا اللي يعرف البلغه يعني الحذاء يا ابني، الله يصلح حالك. يا ريتك ضربتني، يا ريتكم موتوني ضرب. بس معلش يا بطل يا بلبل، يا ريت ما بتعمرش بيت يا حبيبي. اه ربنا ما بتنفع، ويقعد يعض على صوابعه. انت كنت سمعت، كنتش خسرت، كنتش شوف 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 ربنا بيضرب لنا مثال ازاي؟ بمتاعيه الايه؟ العقول والقلوب. ويوم يعض الظالم على يديه، مين الظالم ده يا شيخ؟ لان كتير منهم يقول لك الحمد لله يا شيخ انا مش ظالم، اسمع اسمع اسمع. كل من عصى الله فهو ظالم لنفسه. ايه؟ كل من عصى الله ظالم لنفسه. لانك بتعرض نفسك لايه؟ لغضب ربنا والعقوبه. يعني اللي مش بيصلي ظالم لنفسه، اللي عقل الوالدين ظالم لنفسه، يبقى لا تنطبق عليه ما تنطبقش تنطبق. ويوم يعض الظالم على يديه، يعض على صوابعه ليه ما يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني سمعت كلام النبي، يا ريتني سمعت كلام اللي نصحوني في الخطب والدروس في المساجد وبلغوني عن سيدنا النبي. اطم بقى يا عم والول بقى يابا، خد راحتك يا حبيبي مش هينفعك. يا ويلك، عايز يقول يا خبت يا مصيبتي، اطم يا باشا خد راحتك يابا. ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، عايز يقول الله يخرب بيتك يا فلان ودتني في مصيبه. لا يا حبيبي، هو مش ودك في مصيبه، انت اللي وديت نفسك، انت اللي وديت نفسك، لانك ما سمعتش ربنا ادالك ايه؟ ادالك عقل، وقال لك ده صح وده غلط، والنبي بين، واهل العلم نقل، وبننقل كل يوم عمن نقلوا الينا. يبقى قول لي مستني ايه؟ اللي بعده خلينا يقول لك الله يخرب بيتك يا شيطان ابليس، ده شوشو شوشو انت بتدلعه، عمل لك ابليس بقى اخويا. هو انا اداني في ده يا شيخ؟ لا والله، شفت مره واحد بيعصي ربنا وابليس حط المسدس في قفاه؟ دلوني عليه. شفت مره واحد بيعاكس واحده وابليس مديله قلمين ثلاثه يتعاكسها من تحت العربيه؟ دلني يا اخويا عليه. هو كل اللي بيعمله ابليس بيوسوس لك بس، بيرمي لك الخير، انت بقى اعزك الله لغيت عقلك وعمالك تكر في الخيط ملوش اخر، هو قاعد يحط رجل على عضت رجل على رجله وبيضحك عليك. استاهل بقى واشرب. وذلك هيجي ابليس يوم القيامه ويعلن البراءه منك. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ده انا يا ابني شاورت لك كده، انت نزلت على موزك لان انت عندك الاستعداد اصلا وميال للقصه دي، فانا زينتها لك، انت جريت على طول. لا تلوموني، فلا تلوموني. لوموا ايه؟ لوموا ايه؟ انفسكم. ده خطبه الشيطان سجلها ربنا في القران، هيلقيها على منبر من نار في جهنم مع اتباعي ان شاء الله. ربنا ينجينا من جهنم.
يبقى يا اخوانا مستنيين ايه؟ رمضان على الاعتاب، نعلن توبه ونرجع الى الله. يعني ايه توبه يا شيخ؟ ببساطه عزم على الاصلاح، عقد العزم وندم على اللي فات ببساطه شديده. حضرتك ما كنتش بتصلي، صلي، بتصلي على سطر وسايب 20 سطر، صلي على كل السطور يعني كل الفروع. عقل الوالدين، بر الوالدين وبوس الايد والاقدام. قاطع للرحم، اوصل الرحم. حتى اللي مقاطعني انا اوصله. لان النبي اكد ليس الواصل بالايه؟ بالمكافئ، لكن الواصل مين يا رسول الله؟ اللي قطع وصل. اللي قطعوه وصلوا. مش احنا النهارده ان اتصل بيا مره في التليفون هكلمه وصدها مره. ان جالي البيت مره اروح له، مش هي دي صله الرحم يا حبيبي؟ ما هي صله الرحم يا عم الشيخ؟ صله الرحم يا اخي الحبيب اللي مش يجي لك تروح. الله اكبر. يبقى توبه انت مسيء الجوار، احسن الجوار عشان ندخل رمضان يا اخوانا وربنا قد رضي عنا. يبقى الاستعداد بسيط، مش هيكلفك حاجه غير انك بس شمال شويه تعالى يمين، اظبط نفسك على طريق سيدنا النبي، استقم كما امرت، عرفت فالزم. كلام سيدنا النبي واضح اهو. طب اخيرا عشان ما نطولش على حضراتكم الوقت، انتوا عارفين ما تتعلم، اسال الله ان يتقبل منا ومنكم امين يا رب. عايزين ايه من رمضان؟ هدفك من رمضان ايه؟ عرفت تستعد ازاي؟ جميل. طب انت عايز ايه من رمضان؟ هيطلع بعضكم يقول والله يا شيخ ما عايز حاجه. عزك الله سامحني خيبان، انا عايز كتير يا راجل. عايز ربنا يغفر لي ويرضى عني ويسامحني ويعفو عني ويدخلني الجنه ويبعدني عن النار، اعدل؟ هاخد خطبه اعدل لك زي ما انت سامع كده. جميل. ده الهدف بتاعي من رمضان. حط هدف. اللي عنده هدف بيعمل ايه؟ اللي عنده هدف بيعمل ايه؟ بيجتهد للوصول اليه. تعالى مثلا اخوات من اخوات ابن من ابنائنا في الثانويه العامه مثلا. الله يسر حاله ولادنا، اللهم امين. يا رب. وحطت من اول السنه عنده هدف عايز يخش كليه من كليات القمه، وكان الوقت يستوي القمه ويقطع كله ماشي حالك. مش موضوع ان خليك انا شيخ، مش احباط والله ولا حاجه. اجتهد يا ابني ولك وكل كل مجتهد نصيب، مش شايف. يوم بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بتلاقيه منظم نفسه. وتلاقي عدد ساعات المذاكره بتاعته ايه؟ بتزيد، كل ما يقرب الامتحان عدد الساعات بتاعته ايه؟ بتزيد. يوم يجي في الامتحان ما شاء الله يجتاز ويجيب الدرجه اللي عايزها، يخش الكليه اللي عايزها. انت بقى هدفك من رمضان ايه؟ حط هدف. عشان لما تحط هدف هتلاقي نفسك بتحط الوسيله اللي توصلك على طول. هتختم كم مره في رمضان؟ دي الوسائل بقى. ايه؟ انت عارف لو عايز تختم هتختم، بس القران مش في دماغنا. اي جزء في القران؟ 20 صفحه. يعني 10 ورقات. خمس حروف تقسم 20 على الخمسه يبقوا كام؟ اربع ورقات، اربع صفحات، يعني ورقتين. يعني لو عايز تختم مره بس في رمضان غير رمضان، بس الموضوع مش في دماغنا اصلا. تعالى بعد الصبح اقرا الاربع صفحات ورقتين، والظهر نفس الكلام، والمغرب والعصر والعشاء. هتلاقي نفسك ما شاء الله. لكن الموضوع احنا بقى الافلام ومسلسلات وسرعة الحمير والتيران اعزكم الله والمقالب، وطبعا هم مش هيسيبوا لك نفس تعدي رمضان كده لما يفسدوه عليك. خليك ناصح، خليك ناصح واستعد لرمضان. اوعى رمضان يضيع منك. عارف انت لو حطيت النوايا اللي احنا قلناها ديت والاستعداد ووسيله وهدف وقبضت، اللهم لا تحرمنا حضور رمضان يا رب، وقبضنا بتاخد الاجر كامل لانك تتعامل مع الملك. اذا هم عبدي بحسنه، ما انت بتستعد هنا بقى بحسنه ولم يعملها. يعني اتاثر بخطبه وسمع في كلمتين عن التبرع، راح مطلع ال 10 جنيه وهيحطهم هو خلاص هنحاول نطلع حطهم في صندوق جنب. هم اهو، يوم ربنا يقول للملك ايه؟ وهو ما عملهاش، اول ما طلع على باب الجامع افتكر الواد، قال له هات لك كشكول وانت جاي. قال لا الواد اولى، خليكم في الجيب عشان تدفوني. وراح ماشي ما تبرعش. يوم ربنا يقول للملائكه ايه؟ اكتبوها لعبدي حسنا. فإذا فعلها، يوم ربنا يقول للملائكه اكتبوها له بعشر امثالها الى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. خبروني بربكم، هل رايتم ربا كريما مثل الله؟ سبحان الله. اخواني واحبابي، ما أردت في هذا اللقاء والله إلا أن أهز نفسي بينكم لنحسن الاستعداد لرمضان ونراجع أنفسنا
في أقوالنا وفي أفعالنا، نصلح ما فسد ونراجع نفسينا، يبقى بينا الترابط والتآلف والمحبة والمودة علشان ربنا يرضى عنا، لأن في يوم إحنا في غفلة عنه ربنا أشار إليه في القرآن إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم صعب يوم شديد يوم القيامة. ورمضان من النفحات، رمضان من مواسم الخيرات، اجتهدوا لتفوزوا بما ينفعنا يومها. أسأل الله الكريم أن يكرمنا وإياكم بطاعته، راجعوا النفس وأحسنوا الاستعداد لرمضان، تربحوا وتفوزوا بمرضاة رب الأرض والسماوات. أيها الأحبة الكرام، مد يد المعونة، القليل عندك عند الله كثير، القليل عندك عند الله كثير، يكفيك وبحسبك أنك ستشارك في إدخال السرور على بيت مسلم. أنت عارف الجزاء اللي يدخل السرور على بيت مسلم إيه؟ قال عنه صلى الله عليه وسلم: من أدخل السرور على بيت مسلم، أو الحديث بالمعنى، لم يجد الله له ثوابا دون الجنة. فأدخل السرور ولو بالخير، اوعى تستغل الجنيه او الخمسه او اي اقل او اكثر، كل على قدر حاجته، وتصدق فعند الله خير وابقى، واللي معاك حينفد وينتهي، وليس لك من مالك الا ما انفقت فابقيت، لكن اللي اكلته ابليته هو ده راح خلاص. فلا يعني تكاسلوا اخواني واحبابي، واجتهدوا في الطاعه وفي الصدقه وفي القرب من الله الكبير المتعال. بعض اخواننا كلفونا ان ندعو لبعض أبائهم اللي ماتوا من أمس وقريبا، ومن جدهم مات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم جميعا بواسع الرحمات. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز بفضلك عن ذنوبهم وأوزارهم. اللهم أبدلهم أهلا خيرا من أهليهم وذويهم، اللهم أبدلهم أهلا خيرا من أهليهم وذويهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما إليه قد صار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، ونجنا من هذا الداء. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الداء، وقنا شر هذا الوباء، ونجنا من الطاعون والبلاء، بلطف منك يا لطيف يا خبير، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، لك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واسالوه يعطكم، واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه.